السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد الجدي. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. مواليد برد الجدي، انزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله، سورة الحديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبون الطاهرون. بسم الله الكاشف. عندك في تغير مسكن، أو حابب تغير سكن، عندك تغير من مكان لمكان، راح تغير المسكن اللي أنت فيه، راح تغير المسكن اللي انت فيه. في ثلاث مكالمات مهمين الفترة دي، ثلاث مكالمات يعني مهمين. المكالمات دي داير لك الفترة دي، فيهم يعني اخبار، ارى فيهم اخبار تخص مال وسفر وحل مشكلة كمان تخص العمل او علاقة بالحب. الثلاث مكالمات هما داير لك مكالمة تخص المال، ومكالمة تخص السفر، ومكالمة حل مشكلة معاك. المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل أو علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الأسرة أو اجتماع يعني، أو اجتماعات تجتمعوا مع بعضيكم أو اجتماع مع بعضيكم. يعني أفضل ما تقولش الحل أو تعزم حد، خليها ما بينكم أو ما بين بعضيكم الأسرة هكذا، لأن العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة أكثر من الناس الحبيبة. ستفادى، لأنك يعني ستفادى بفرحة قدامك، لأنك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله أحد، استحملت كثير التعب اللي هكذا، المشاكل، حمل على أكتافك، كنت حامل أو شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها بالأفضل. هذا الأسبوع ده هتتغير كل حاجة معاك بإذن الله تعالى. الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك ورادع لك كل حاجة. يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك. هناك يعني شخص أراه يحبك، والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي. يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد دلوقتي حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة. احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف، عندك أسرار، أرى في ظهور أشخاص على حقيقته راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دول من بعض المقربين راح تعرفهم، من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك كل حاجة، راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك. عندك نجاح برضه كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي هتديلك، هتفرح قلبك رغم ان دواك كل الزعل، رغم ان دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك، ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى، عن قريب راح تفرج. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب، لانك كثير الليونة في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتديلك خلاص، هتكون مكافأة او ربح او حاجة زي كده. عندكم هنا يعني في خير كثير ديالك، هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الايام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الابواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الابواب المغلقة اللي انت دي بكون بتحاول تفتحها باي طرق راح تنفتح قدامك. فاستغل كل الفرص اللي تقع امامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع امامك حتى توصل لهدفك او توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقة جديدة كمان، في علاقة يعني جديدة دي حلوة مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان.
في تطور علاقتكم للارتباط الرسمي بإذن الله تعالى. في شخص صنع عاوز يستغلك، خلي بالك منه. في شخص صنع راح عايز يستغلك في عملك، او عايز يستغلك في حاجة كتيرة، او يسحب منك مال او يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو. السفر ده كويس، يعني هيكون في اصدقاء او سفر لشغل. في عندك السفر، عندك هنا اللي انت زعلان عليها، انت زعلان على حد، يعني حد زعلان عليها، او حد مسدون، حد يعني مسدون عنده سدن، او مسدون او مريض او تعبان. انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة. ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجمل مع بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من اول وجديد. الاولى يعني بعد 7 ايام، بعد 7 ايام باذن الله تعالى، والثانيه بعد 9 ايام، ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمه وتعويضات، لديك في رفعه لمكانه عاليه، المكانه دي عاليه يعني في عملك، ورجوع الثقة بنفسك في ترقية أو عمل أنت مقدمه على وظيفة، أو في زيادة ربح من العمل، في حاجة دي تخص العمل ديالة. يعني رقم هنا، بس أنتوا هنا يعني غير مهتمين، ما مهتمينش بصحتكم الفترة دي، يعني الفترة دي ما مهتمينش بصحتكم، حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت تسامح ناس، تسامح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك، بس حقك هيكون ردع لك، فانت يعني راك انها تسامحهم، لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم، ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركتهم. عندك هنا برضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والاذى، تتمنى ليكم الضرر والاذى. الناس دي أرجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك، ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى ياخذ النعمة اللي معاك، يتمنى ياخذ كل حاجة منك، هو اللي يكون أحسن منك. وراك برضو ماشي في طريق انت، الطريق او انت، الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه، طب ماشي في طريق صحيح. ربنا هيسخر لك ناس هتسبب لك الفرحة ليك، وهتعرف يعني، وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد. عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي، حاول تحلوها. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص دي نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني اراه يبدا معكم علاقة جديدة، او حابب يبدا معكم قصة جديدة او حياة جديدة. هذا القراءة احبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك، واللي طابق اللي مش طابق عليك سيبه للاخرين، بس فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكش. عندك هنا اكتشاف يعني اسرار، وفتح كلام قديم، ويعني ورا ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك انت على فكرة، يعني هي في مصلحتك، وهذه الامور الفترة دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف اسرار، والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني، وهيتفتح الايام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني، ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء، حكم عقلك وهكذا، وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر، ووجع اسفل الظهر،
وتعب وخنقة وضيق وصداع، وعندكم يا برضو أحلام بالحيوانات أو أحلام بالثعابين أو أفاعي، عندك في المنام برضو أنت شفت اللي سحرك أو شفتي اللي سحرك، شفت اللي أذاكي، رأيتيه في المنام. منكم برضو من رأى اللي سحره أو أذاه أو اللي بيسجيه السحر؟ في سحر عندك، سحر، السحر ده هو اللي يعمل هكذا. بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك، عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك، دايلك الخير، دايلك بإذن الله تعالى. أنا برضو بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وترد عن تفكيرك الزائد وتركها لله، هتنحل، هتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى. بس حكم يعني عقلك، قلني انت عارف ايه مشكلتك، يعني انت عارف ايه مشكلتك، انت يعني محتاج حد يراه برضه، يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك، وبرضه يعني كسرة قلبك دي يعني راه عندك، برضه انت محتاج حد يهتم بيك او بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، او ممكن يعني كلمة تخليك في سبع سمع وكلمة تخليك في سبع أرض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك، مش يعني إيد عليك، يرعى معاك كلامك، يكون معاك ويدي معاك، يحل معاك العصبية أو الضيقة، ويفهم، يفهم ايه خايف من ايه او وجعك ايه او حزنك ايه، شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكذا او في حضورك، يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. يعني راك برضو انت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد ايه يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة، برضو عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو، الخبر انت مستنيه، انت منتظره، الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى قادمة قدامك خلاص. يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى، وهتفرح وتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة، وعندك تغيرات كثيرة في حياتك، يعني عندك طريق سفر، طريق سفر غير متوقع وقادم ليك، عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ، يعني في أرى عندكم في أرض بيتكم فيها الفرحة، في عندكم يعني خطوبة أو بشرى، فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك أو المشاكل أو الكلام اللي سمعته، اترك الأمور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير، وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ بريسك دايلك، يعني مشروع دخلت فيه أو في رزق دايلك غير متوقع ومال، يعني عندك مشروع أنت داخل فيه او مقدم على وظيفة او مقدم على مال، لان في مال دايلك. عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب، يعني ارى في توضيح ما بينكم، امور عتاب ما بينكم، في امور عتاب او توضيح كلام او تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور وصلح، في صلح ما بينكم، في فعل خير انت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك انت، ما كنتش متوقعه، ما كنتش متوقعه، خلال يعني أيام، خلال أيام. الغيرة والحسد يعني دول، يعني الغيرة والحسد من حد قريب، الغيرة والحسد والساحر دول سحركم من حد قريب منكم، يعني
تجنب يعني الحديث أو المكالمات مع الناس دي. في حاجة مفقودة منكم، رايحة منكم، لأن أراك يعني هتعصر عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تعصر عليها وراح تلاقيها عندك. حد برضه هنا المسدون ده أو المريض عليه، المريض يعني قريب ليك أو مسدون، راح يشفى بإذن الله تعالى. عندك يعني أو إن كان مسدون راح يخرج من السجن اللي هو فيه، لأن أراك يعني بتدعي له، زعلان عليه، عايز تساعده بأي طريقة، عايز تطلعه من المحنة اللي هو فيه. إن شاء الله راح يشفى وراح يخرج من إن كان مسدون أو هكذا بإذن الله تعالى. أكمل في طريقك زي ما أنت، ديالك الفرحة، ديالك الوظيفة، أو ديالك الربح، أو ديالك السعادة. أنت ماشي في الطريق، الوظيفة دي أو المشروع اللي أنت داخل فيه راح يندح بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه انت انتقال لارض، ممكن نقول انتقال لشراء البيت الجديد، او انتقال لزوجك، او انتقال لبيت زوجك، او انتقال لبيت جديد، لان ارى في طاقه انتقاليه، شراء مسكن او شراء منزل او شراء محل. ان شاء الله فيه الشراء، طاقة الشراء قريبة بإذن الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة، وتنزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرج. إن كنتوا بتعانوا من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، الرقم أمامكم اللي حابب يشرفنا في التواصل يتواصل معنا، وكل العلادات داخل القناة من